اتجه رسام كوبي يدعى إيزاكييل سانشيز إلى رسم لوحة زيتية تمتد على مسافة كيلو متر تصور التاريخ المأساوي لهجرة الكوبيين إلى الولايات المتحدة، آملا أن تعمل لوحته على إنهاء الخصومة التاريخية بين البلدين. كرست وقتا طويلا لموضوع اللوحة ألا وهي الهجرة والحسرة التي شهدها كل كوبي على مدار حياته. لدي أخوين خاض هذه التجربة، في يوم من الأيام استقل قاربا ورحل للولايات المتحدة. بدأت فكرة سانشيز صغيرة في البداية ولكنها كبرت مع الوقت حتى وصلت إلى طولها الحالي البالغ نحو كيلو متر، واستغرق 5 أعوام لرسم اللوحة التي غلب عليها استخدام الألوان الداكنة، وتناولت رسومها هجرة آلاف الكوبيين إلى الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1960 و1980. ويعتقد أن أعدادا لا حصر لها من الكوبيين ماتوا لدى محاولتهم بلوغ ساحل فلوريدا في زوارق مكدسة غير صالحة للإبحار، ويأمل سانشيز أن تحث لوحته المسؤولين على إنشاء جسر يجتاز مضيق فلوريدا بين البلدين. ويطمح الرسام الكوبي أن يعرض لوحته الطابوحة في متحف المتروبوليتان في نيويورك. محمد الجبالي، رويترز.